مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل، أيها الحفل الكريم، التواصل يتجدد والانطلاقات تستمر هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب العالمين. يتجدد لقاء الأحبة وتنطلق هذه الشعارات، تتواصل الأسماء للبحث عن الانتصار، للبحث عن الأداء الجميل هنا في درة الميادين الخليجية. شوط ينتهي وشوط يبدأ من أشواط الخير والبركة. ها نحن وإياكم قد وصلنا إلى انطلاقات الشوط العاشر والمخصص للقعدان الثنايا. المسافة هي 8 كيلومترات. بداية وإياكم نسير ونبحر إلى أعماق البداية الأولى، إلى الصدارة والمقدمة، هنالك مع انطلاقة شجاع ناصر بن فالح بن سرحان القحطاني على الصدارة وعلى البداية الأولى. نتابع وإياكم النقل إلى ثاني المراكز ووصول من قبل سراب بشعار محمد بن راشد بن سالم بن خلفان الكعبي على المستوى الثاني. ثالث المراكز نرى ونتابع الختال يتقدم على ثالث المراكز، يسيطر على مركزه الثالث خالد بن حمد بن صالح الغفراني المري على المستوى الثالث. نقلتنا إلى رابع المراكز حيث الوصول من قبل شاهين وصل الآن وتقدم بشعار محمد بن خليفة بن سلطان بالجاف له المنصوري على رابع المراكز. النقلة والدور إلى خامس المراكز، نشاهد وإياكم الفوج القادم بشعار محمد بن راشد بن خميس لغويص السويدي على المستوى الخامس. هكذا هي النتيجة الأولى، أتممناها على مسامعكم للخمس المراكز الأولى وللشعارات المتقدمة المسيطرة على المراكز المتقدمة بهذا النداء الأول. بعد ذلك نعود إلى الصدارة، إلى الانطلاقة الأولى لكي نتابع انطلاقة شجاع على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. هنالك يتقدم شجاع بشعار ناصر بن فالح بن سرحان القحطاني على البداية وعلى الانطلاق الأول. حصل تغيير من قبل سراب، هو القادم بشعار محمد بن راشد بن سالم الكعبي على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز نتابع وإياكم وصول من قبل الختال خالد بن حمد بن صالح الغفراني المري، من يقدم لنا الختال على المستوى الثالث. النقلة إلى رابع المراكز وبواج هو القادم، فهد بن ماجد بن محمد السحيم القحطاني على المستوى الرابع. النقلة إلى خامس المراكز، نتابع وإياكم وصول من قبل الجذاب سالم بن علي بن متعب الصعاق، يتقدم شعار الصعاق على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى، ولكن نتابع ما خلف الخمس، هنالك شعارات وهنالك أسماء قوية وكبيرة تأتي تدريجيا خلف المراكز المتقدمة وتتقدم هنا بهذه الانطلاقة الجميلة. ولكن بعد ذلك نعود وإياكم إلى الصدارة وإلى البداية، كما ننوه للجميع بأن جائزة هذا الشوط سيارة نقدية للحاصل على المركز الأول مع انطلاقات سن الثنايا، مع تحديات سن المتعة والإثارة، مع هذه المسافة الطويلة والسكة التي تتميز بحضور واختلاف هذه الشعارات لكي تأتي بهذا التحدي المتميز وتأتي بهذه الانطلاقات الرائعة في هذه الأجواء المغيمة والانطلاقات الخيالية. إذن نعود وإياكم بداية إلى الصدارة، نعود إلى الانطلاق الأول
مع بواج الذي ينطلق على الصدارة الأولى. فهد بن ماجد بن محمد السحيمي غير إلى الصدارة وانطلق إلى البداية. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى ثاني المراكز، حيث الوصول من قبل شجاع القادم على ثاني المراكز بشعار ناصر بن فالح بن سرحان القحطاني، بينما ثالث المراكز نتابع وإياكم هنالك سراب محمد بن راشد بن سالم بن خلفان الكعبي على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز ياتي الجذاب بشعار الصعاق سالم بن علي بن متعب الصعاق المري على المستوى الرابع. نقلتنا إلى خامس المراكز، حيث الانطلاقة من قبل الختال. وصل الآن الختال، تقدم على خامس المراكز خالد بن حمد بن صالح الغفراني المري على المستوى الخامس. نتابع وإياكم الشعار القادم الذي ياتي بهدوء بانطلاقة شاهين محمد بن خليفة بن سلطان بالجافلة المنصوري على المستوى الخامس. هكذا تابعنا، هكذا شاهدنا من خلف الشاشات وعبر القنوات الناقلة، عبر هذه الأحداث المباشرة التي تأتي بنقليات متميزة وبانطلاقات رائعة. نتابع وإياكم هذه الأسماء ونتابع الشعارات، بعد ذلك العودة، العودة إلى الانطلاق الأول، العودة إلى التحدي الأول، بدأ الاشتباك. وهذا هو شعار وانطلاقة القحطاني، من غير إلى الصدارة وانطلق إلى البداية الأولى. هنالك النقل إلى ثاني المراكز ونتابع سراب هنا على ثاني المراكز، غير إلى الصدارة وانطلق إلى البداية الأولى على ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز هنالك الوصول والانطلاق من قبل هذا الاسم القادم، الشعار الواصل على ثالث المراكز. هنا في هذه اللحظات ياتي ويتقدم شاهين بانطلاقة محمد بن خليفة بن سلطان، يتقدم المنصوري على ثالث المراكز. النقلة نقلة المركز الرابع، والدور عند الصعاق الذي يتقدم مع تقدم الجذاب سالم بن علي بن متعب الصعاق المري على المستوى الرابع. النقلة إلى خامس المراكز، حيث الوصول من قبل بواج، وصل بشعار فهد بن ماجد بن محمد السحيمي القحطاني على خامس المراكز. هكذا تابعنا، هكذا شاهدنا واستمتعنا بهذا الحضور المتميز، بهذه الانطلاقات الجميلة. ولكن البداية بمتابعة المنصوري الذي يتقدم هذه الجموع الغفيرة وينطلق على البداية الأولى، يسيطر مع انطلاقة شاهين الماركة العالمية، الماركة المتميزة الغنية عن التعريف. شاهين على الصدارة، شاهين بانطلاقة محمد بن خليفة بن سلطان بالجافلة على الصدارة. نتابع الشعارات التي تتقدم الآن، وصلت الأسماء الرائعة، وهنالك نتابع الجذاب، وصل بشعار سالم بن علي بن متعب الصعاق على المستوى الثاني وثالثا. وصل الآن ضرغام شافي بن محمد بن شافي بن سالم آل شافي على المستوى الثالث، يتقدم مركز إلى مركز، يمشي بهدوء تام نحو الصدارة الأولى، يتقدم بهذا الرونق الجميل على المستوى الثاني. بينما ثالث المراكز تابعنا شعار الصعاق، ورابع المراكز
المراكز هنالك الوصول من قبل شجاع ناصر بن فالح بن سرحان على المستوى الرابع، النقل إلى خامس المراكز حيث الانطلاقة من قبل سراب بشعار محمد بن راشد بن سالم بن خلفان الكعبي على خامس المراكز. ولكن برغام 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 يدشن اللحظات الأخيرة والكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا راعي برغام. الأسماء تقدمت الآن، الشعارات وصلت الآن، وصل شاهين بشعار المنصوري يتقدم على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز حضر وتواجد شجاع ناصر بن فالح بن سرحان القحطاني على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز وصل وانطلق شعار سعيد بن سالم بن محمد العفاري على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز يتقدم في هذه الأثناء ويصل الفوج محمد بن راشد بن خميس بالغويص. ولكن البداية الأولى الانطلاق الأول مع ضرغام، ضرغام على البداية وشاهين، ضرغام بن شافي وشاهين المنصوري في هذا الحوار الثنائي بانطلاقة متميزة بتحدي رائع. ولكن ضرغام 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 مع السيارة، ضرغام مع الأداء المتميز، ضرغام مع السلام، مع الأداء الرائع. شافي بن محمد بن شافي بن سالم الشافي، هذا شافي هذا الذي يأتي بالانتصار المتميز. تهانينا والف مبروك شاهين، حل ثانيا بشعار محمد بن خليفة بن سلطان بالجافلة المنصوري. وثالث المراكز كان التواجد من قبل شجاع ناصر بن فالح بن سرحان القحطاني، ورابع المراكز كان الانطلاق من قبل مبعد سعيد بن سالم بن محمد العفاري حضر على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز تابعنا وإياكم الجذاب سالم بن علي بن متعب الصعاد. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني، لحظة وصول شعار شافي بن محمد بن شافي بن سالم آل شافي مع ضرغام 12 دقيقة 26 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. هكذا كان توقيت الحاصل على المركز الأول. ثاني المراكز كان الحضور من قبل شاهين حضر بشعار محمد بن خليفة بن سلطان بالجافلة المنصوري 12 دقيقة 27 ثانية 29 جزء من الثانية. وثالثا كان الحضور من قبل شجاع ناصر بن فالح بن سرحان القحطاني 12 دقيقة 29 ثانية 63 جزء من الثانية. التواصل مستمر، الانطلاقات متواصلة، بطيب بن محمد الزعبي وافيكم بانطلاقة هذا الشوط.